بقى هنكمل موضوع الاكتوبيك اللي هي رير كيسز اوف اكتوبيك. دي بقى طبعا حاجات صغيره ممكن تيجي اكسكيو او حاله. اول حاجه فيهم دي محتاجه رسم عشان افهم، دي جديده قوي بقى، سيزيريان سيكشن سكار بريجننسي. وانا عايز افهم ازاي بالتالي، هعمل رسمه كده تقرب لي المعلومه. افترض ده الرحم بتاع العيان، ودي السيرفيسز بيوبس، وده السكرة، وهنا هظلل الجزء ده، ده السكار. احنا فتحنا قيصرية وفي جرح. افتكر دلوقتي اما حصل امبلانتيشن اهو، يعني ادي البيبي دخل من هنا وطلع صوابع اهي بالشكل ده، ادي البيبي وادي صوابعه اللي هي الكرونيك فيلاي، ورشق في الجزء ده، او ده بيسموه سيزاريان سيكشن سكار بريجنسي. طبعا ده مصيبه. ليه بقى؟ السكار ده الصوابع دي ممكن تخترق وتعمل رابشر ايه؟ يوترس. دي مصيبه. تفتكر اعمل ايه في عينه زي دي؟ يعني حمل اكتشفته بالسونار، على فكره ده بيتعرف بايه؟ ترانس فاجينال سونوجرافي. يعني اعمل سونار من تحت الاقي كيس خارم الجزء بتاع مين؟ السكار. اعمل فيه ايه؟ قالوا اول حل حدي ميثو تكسين. حد يعرف ايه اللي هيحصل في الرسمه دي؟ يعني اول ما ادي ميثو تكسين هيحصل ايه ده؟ يموت. طب وبعد ما يموت يفصل؟ قالوا يقع. صح؟ في ناس قالك طب ممكن ما يقعش، تروح اعمل ايه؟ هدخل بالابره اللي شفناها امبارح، ابره طويله يفنها. يعني ايه مش فاهم انا؟ هي الحاجات اللي بنجيبها هي هي. ابره طويله كده بدخل بيها في العيانه بالالترا ساوند اشفط البيبي، يعني ادخل من الفاجينا كده اروح شفطه. دي بيسموها فيتيسايد. يعني ايه فيتيسايد؟ بموت البيبي. ادي البيبي اهو قدامي في السونار وده قلبه. بدخل بالابره اروح خارب القلب. تمام؟ يعني اعمله كده. اول ما اخرج قلبه كده تلاقي النبض وقف، اروح شفطه. دي بيسموها فيتيسايد، لان انا بقتل البيبي. اخر حاجه بقى بيقول لك اذا فشلت، يعني بعد ما دخلت بالابره، انا ممكن اعمل هيستروتومي. حد يعرف يعني ايه هيستروتومي؟ يعني افتح زي القيصريه وافتح ايه؟ الرحم واشيل الاسكار بالساك. ده انت بقى زي لقيته خارم الوول بتاع اليوترس. نراجع كده مع بعض الرسمه دي في منتهى الاهميه عشان افهم. اهي هكبر دي. احنا قلنا زاد اول يومين دول عشان القيصريات. احنا قلنا بعرفه بالترانس فاجينال الترا ساوند. المانجمنت ان انا بدي ميثوتريكسين تموت او اموته، اسمها فيتيسايد بنيدل. اذا فشل ولقيت ديب انفيجن اعمل ايه؟ هيستراتو. طيب ده حاله موجوده في كيس فايل واول مره ينزلوها السنه دي. دي اسمها بريجننسي اوف انون لوكيشن. طبعا دي امتى اقول الكلمه دي؟ يعني مش عارف مكانه. اذا عملت اتش سي جي وعدته بعد يومين ولقيته ايه؟ مفيش دبل. ها؟ يعني مش دبلد قوي، عشان كده مش هلاقيه جوه الرحم. وعملت سونار ما لقيتش كيس كمان، فانا مش عارف مكانه بقى. هل في الابدومين؟ هل في الرحم ولسه ما بانش؟ هل في عنق الرحم؟ ده بيسموه بريجننسي اوف انون ايه؟ لوكيشن. يبقى ما يجي لي حاله في الامتحان مش عارف مكانه، مش عارف هو، مش شايفه بالسونار حتى، اقول ده غالبا حمل بس مش موجود في مكانه. طبعا بعمل فيه ايه؟ اعمل دبلنج اكتر من مره، ما كانش ببتدي اعمل سونار وابتدي اتابع العيان. اذا فشلت بعمل سيرجن. دي حاله موجوده في كتاب الاسم، عنوان اسمه كده، كان زمان بقى في الكتاب القديم. يقول لك ده اللي هو الادفانسد ابدومينال بينس. لا ده مختلف صراحه، الحمد لله ان في كتاب الاسم فصلوه. ده بريجننس اوف انون لوكيشن نقراها مع بعض كده. تيرم ديسكرايب انت اما اعمل اتش سي جي والاقيه ايه؟ ابنورمال. وعملت سونار ما لقيتش كيس. وبعد كده مش عارف فين المكان، مش عارف هو جوه اليوترس ولا بره اليوترس. هو ده اللي بيسموه بريجننسي اوف انون لوكيشن. نيجي بقى للصفحه اللي جايه. لا بس انا ما عملتش لابروسكوب، لزقت ديستربنس خفيف. اذا فشلت هعمل لابروسكوب، بس انا بقول ده غالبا بعد شويه هيبان، يا اما يبان جوه الرحم بقى، يا اما يبان في حته ثانيه. المهم ان انا في الوقت ده اقول عليه ايه؟
كيس فايل اول سنه ينزل حاله بريجننس اوف ان لوكيشن مش عارف مكانه. نيجي للجدول ده بقى بعد ما اخلصه هسمعك. فنركز بقى مع بعض. الجدول ده هعمل لك فيه رسومات. اهو. ايه دول بالعرض كده؟ اول حمل اسمه ايه؟ اوفاريان، يعني على سطح المبيض وحصل حمل، حاجه فيري رير. او في عنق الرحم وحصل حمل. او حاجه اسمها رودمنتري هون، كل واحده ليها اسم. اخر واحده اسمها ابدومينال بريجنسي. هل الجدول ده كله عليا؟ لا. انا سايبه بس هاخد منه الحاجات اللي انا عايزها، وفي الاخر هروح اي لحد حاجه فيهم ويقولها. تعال نمسك اول واحد، اوفاريان بريجنسي، نخلص منه. ده رير. خلاص؟ والكلينيكال بيكتشر بتاعته شبه مين؟ التيوب هو يعني على الاوفري زي في التيوب بس كتاب الاسم ما كتبش كل الكرايتيريا دي. هو انا عايز بس تقول لي الجولد ستاندرد هتقول ايه؟ لاباروسكوب. على فكره نفس الانفستيجيشن هي هي، نفس الكلينيكال بيكتشر هي بتاعت التيوب. افرق بكلمه واحده لاباروسكوب والشغل كل ده. انا عايز لاباروسكوب از ذا جولد ستاندرد وعالي كمان. العلاج هو زي الاكتوبيك، يعني انت قصدك تقول هو شبه التيوبل بس باختلاف ايه بقى؟ هدي ميديكال ميثوتريكسين او سيرجيكال. هنا بقى المشكله انه على سطح مين؟ الاوفر. هحاول احافظ على الاوفر ازاي؟ ان انا بدخل بالمنظار واشيل الساك. في بعض الاحيان يبقى الساك حجمها ايه؟ كبير، فهضطر اعمل اوفريكتومي. ايه الاسم ده؟ كلمه اوفرس يعني اوفري، شلت اسمها ايه؟ اوفريكتومي. يبقى ما يسالك بقى في الامتحان ده انا خلصته خلاص. على فكره هو كلمتين شبه الاكتوبيك تيوبا في كل حاجه، كلينيكال بيكتشر كل حاجه، ما عدا ان الجولد ستاندرد هنا از لاباروسكوب. علاجه هحاول احافظ على الاوفري، اذا فشلت بعمل ايه؟ ها؟ اوفريكتومي. طب نيجي لده سيرفايكال اكتوبيك، دي حاله كيس. احنا سمعنا الاسم ده قبل كده، بلد شيء. سمعناه فين؟ عامل زي البرميل عنق الرحم. اللي هو سيرفايكال ابوش، يعني واحده بتسقط ووقع البيبي في عنق الرحم. هنعمل رسمتين مش موجودين هنا في الصفحه اللي قبليها ونحاول نقارن. نشوف بقى الفروقات بين الاثنين، ده عنق رحم. اهو. والكونتنت نزلت من فوق وقعت هنا، ده خدناه، ده اسمه ايه؟ سيرفايكال ابورشن. قلت لكم الوجع هنا اخباره ايه؟ فظيع، عنق رحم ما يستحملش ايه؟ بلدش. امال التاني اهو ادي عنق رحم، بس هنا بقى البيبي امبلانتد اهو. ده بقى اسمه ايه؟ سيرفايكال اكتوبيك. الاثنين عاملين زي البرميل، اسمهم ايه؟ بارل شيبد سيرفس. افرق ازاي؟ يبقى السؤال ازاي تفرق بين الشكلين؟ طب طالما قلت لك تفرق يبقى في واحد اخضر. تفتكر ده اخطر ولا ده؟ اللي شاور على ده صح. ده ولا حاجه، ده انا احط صباعي فاكرين قلت انزل الكونتنت خلصنا. ده مشكلته انه خالي مين؟ والسيرفكس عباره عن فايبر ستيشن. هو كله تلاعب، مفيش ماسلز. فاذا البيبي ده وقع الحته دي تبقى فيري فاسكولار، ممكن عادي تموت فيه. يبقى ما يسالك مين اخطر؟ اكتوبيك ولا ابورشن؟ الاجابه اكتوبيك. على فكره ممكن اوصل ان انا اشيل الرحم. الحمد لله انه فيري ايه؟ رير. تعالى بقى نفرق. تفتكر مين فيهم الوجع اكتر؟ ده ولا ده؟ ده طبعا. ده ماس كبيره نزلت من الرحم جوه عنق الرحم، فعملت له ايه؟ نزل. امال ده حته بذره صغيره لسه بتكبر، يبقى عمرها ما هتعمل ده. يبقى اول فرق نكتبه مش مكتوب عندكم ديفرنشال دايجنوزس. هنا مور بين، هنا ايه؟ ليس بين. طيب نشوف حاجة تانية. الآلة دي احنا خدناها، حد يعرفها؟ دي اسمه ساوند. خلاص؟ تفتكر لما الف هنا هيلف اولى راوند ولا هنا هيلف اولى راوند حوالين الماس؟ هنا بس، يعني دي الماس اهي، هتلاقيني بلف كده في السرد. أمال هنا؟ أجي ألف تقف في حتة. دكتورة مهجة، أستاذة عندنا ولسه موجودة، خلاص؟ من سنين كانت درست القسم، لما كنت أنا مدرس مساعد، خلاص؟ دي بتيجي في الامتحانات بتجيب لك الآلة ديت وتقول لك إيه بتستخدم إيه في المنهج، دي موجودة في آخر كتاب الاسم. من استخداماتها بفرق بين مين ومين؟ أبورشن وإكتوب. إذا لقيت مفيش سايت أوف أتاكشمنت تبقى إيه؟
ابوش هيك في حته واقفه يبقى تيك توك. يبقى انا هكتب هنا ساوند تاني طريقه هنا نو سايت اوف ايه؟ اتاتشمنت لان ده جاي من فوق وده في سايت اوف اتاتشمنت. السؤال اللي جاي اللي هيقوله يبقى فاهم. الانترنال اوس مقفول في مين فيهم؟ مقفول في ده ولا في ده؟ الانترنال اوس طبعا كله شاور هنا. ليه؟ اولا ده امبلانتد هنا يعني حصل فيرتلايز اوفا معدت رفيع جدا عملت امبلانتيشن ما وسعتوش. امال ده كونتنت كبيره وهي نازله هتعمل ايه في الانترنال اوس؟ يبقى ما يسالك مين فيهم الانترنال اوس مفتوحه؟ هنا اوبن. امال هنا كلوزد. هل الابورشن ايه؟ ده ولا حاجه بصباعك بسكشن شفوطه واخلص. طب ده حلو ايه بقى؟ كتاب الاسم مكتوب عندك العلاج. حد للعيانه ميثوتريكسيت. وايه الميثوتريكسيت ده برضه؟ كيموثيرابي امام وتربيجا قال عشان يقع. بس ده في حاله واحده بس اذا كان حجم الكيس ايه؟ صغير ومفيش بليدنج يعني انا مش خايف منه. حجم الكيس صغير ومايلد بليدنج. طيب هعمل طريقه ثانيه. كاتبين في كتاب الاسم ودي اول مره يقولوها هقفل الارتري ده. وايه الارتري ده؟ اسمه ايه ده اللي ماشي؟ تورتشوس كده. ده اسمه يوتراين ارتري. بينزل برانش على جناب عنق الرحم كده. ليه اسم. الاناتومي اسمه ديسندنج سيرفايكال برانش. هدخل اقفل الارتري ده والارتري ده يحصل ايه ده؟ قال يموت ويروح ايه؟ واقع. الكلام ده برضه اذا كان ايه؟ مايلد بليدنج وحجم الساك ايه؟ صغير. طيب العيانه ديت انا ممكن ادخل بحاجه كده الابره اللي لسه واخدها النهارده واشفطه فاكرها؟ اعمل اسبيريشن. بس المشكله مكانه هينزف ولا لا؟ امتى اعمل هيستكتومي؟ اذا لقيت سيفير ايه؟ بليدنج يعني بعد ما شفطته ومش قادر اعمل كنترول حقيقه. يبقى بصراحه الموضوع ده ببقى مرعوب وانا بعمله لان بمضي العينه على اقرار ان ممكن اعمل لها ايه؟ هيستكتومي. طبعا اللي هساله هقول له ايه اهم انفستيجيشن تو دايجنوز ده؟ ترانس فاجينال ايه؟ الترا ساوند. خلاص اللي هيقول له هساله ديفرنشال دايجنوز. هتقول لي ده مور بين ده ليس بين. هنا الساوند ما فيش سايت اوف اتاتشمنت هنا في صدر. هنا هو هلاقي انترنال اوس اوبن هنا ايه؟ كلوز. تعالوا نشوف بقى الجدول بتاعنا اهو نرجع له. سيرفايكال اكتوبيك في الاندو سيرفايكال كمان بيلو الانترنال اوس. بليدنج اكتر ولا بين؟ بليدنج. بين قلنا قليل لانه حجمه ايه؟ سؤال. اذا انا فحصتها هلاقي بلل لازم اعمل ديفرنشال دايجنوز كده بس مش عامله مع مين؟ سيرفايكال ابورشن. الجولد ستاندرد هنا ايه بقى؟ ترانس فاجينال الترا ساوند. امال الجولد ستاندرد هنا ايه عشان ما تقعش؟ لاباروسكوبي. هلاقي بريجننسي سات في السيرفكس والانترنال اوس ايه؟ كلوز. ادي ميثوتريكسيت او اعمل امبولايزيشن انت مايلد وسمول سات او اشفطه. في بعض الاحيان بعمل هيستكتومي اذا كان حجمه كبير ولايف ايه؟ ثريتنج. نيجي لده بقى. بريجننسي ان الودمنتري هول ده ذكرناه على فكره اول محاضره للاكتوبك. ده رحم عامل كده اهو وفي هنا الودمنتري ايه؟ هول والبيبي هنا. يعني ايه كلمه رودمنتري؟ ان هنا نوت ويل ديفلوبت ماسل فايبر. هل ده هيكمل الحمل للاخر ولا لا؟ يعني واحده حملت في الهورن ده صغير عارف ده يكمل ولا هنعرف؟ مشكلته ده ان الماسلز بتاعته مش ويل ديفلوبت. هتكمل لغايه الشهر الكام؟ كتبوها الحمد لله. الرابع والخامس والفرع. يبقى مثالك ده بيفرع امتى؟ فورث او فيفث مانث. هاو تو دايجنوز؟ ما احنا قلنا كل حاجه اللي ازاي اعملها دايجنوز. العين ديت هعمل لها الترا ساوند هلاقي ايه؟ واحد صغير وواحد كبير اقول ده رودمنتري هورن. طيب اعمل منظار وانا بعمل منظار ممكن الاقي ده برضه حله. شيل الهورن ده اسمها هورنكتومي واسيب الهورن الكبير ده. السؤال الوحيد اللي مكتوب في كتاب الاسم بيفرع امتى؟ الشهر الرابع او الخامس بس هو ده اللي انا عايزه. يبقى البريجننسي ان الدومنتري هول مشكلته ان بيحصل له رابشر ات مكتوبه تحت خالص فورث او فيفث ايه؟ مانث. اهم انفستيجيشن سونار ومين؟ لاباروسكوبي. اراجع اللي فات ده كان اهم انفستيجيشن ايه؟ لاباروسكوبي. ده اهم انفستيجيشن ايه؟
الترا ساوند ده الاثنين الترا ساوند اند لابروسكوبي. نيجي بقى لاخر واحد ابدومينال بريجنسي. انت يوم ما تيجي تذاكره ذاكر المانجمنت بس. بيجي لك كيس في الامتحان يقول لك عيانه حملت في بطنها اسمه ادفانسد ابدومينال، صعب يوصل قوي للسكند والثيرد ترامستر، بتبقى خطر لان البيبي بيمسك في اي حاجه، يمسك في اومنتم، يمسك في انتستن، يمسك في اورطه بالنهار اسود، يعني اكثر امبلانتيشن على حاجه في بطن العيانه وهي وحظها بقى. افتكر لما يمسك في اورطه الله يرحمه، يعني كل ما هكمل كل ما البلاسينتا هتعمل ايه في الاورطه؟ هتخرجه. فعشان كده الموضوع ده فيري رير بصراحه، ده ريرست. ازاي اكتشفه؟ صعب جدا. لا السيمبتوم والساين دي مش مكتوبه في كتاب الاسم. العيان تقول لك بطني مش مريحاني، اجي افحصها الاقي في وجع في اجزاء معينه. على فكره كل الحوامل عندها بطنها مش مريحه. يعني هل حقيقي الدايجنوز هيتم بده؟ كتاب الاسم كاتب ان بي بقى بيقول لك ايه؟ ان اهم حاجه از لاباروتومي. يعني ان انا عيني دي جايه لي شوت ممكن، يعني مش هكتشف غير بعد ما يحصل كومبليكيشن ورحت فاتح بطنها هكتشف ان كل الحمل بره مين؟ اليوترس. تفتكر بقى المانجمنت هو ده اللي عليك، يعني تشطب لي سيمتوم وساين، انا عايز المانجمنت. فتحت بطنها يوم ما اكتشفته، انا شفتها مره معايا في الحوادث، مره كان دكتور اسماعيل ابو الفتوح ده استاذ عندنا، حصلت في الحوادث بيفتح بطن عيانه كان ديسترب، فوجئنا انه ابدومينال بريجنس. هتمسك البيبي ورميه لان ده اول ترايمستر، هتمسك البيبي ايه وترميه. البلاسينتا بقى ماسكه في امبورتنت ستراكشر، تعمل ايه؟ يعني ماسكه في اورطه شدها، ماسكه في انتستن اشدها، ماسكه في البورتا هيباتس بتاع مين؟ الليفر اشدها اللي جابها لك. امال اعمل ايه؟ كتاب الاسم كاتب الاسيبها، تخيل حته مشيمه كامله اربطها واروح قافل بطن عليها واسيبها، دي ممكن تقلب كوليو كارسينوما، ممكن تقلب مالينجن. فعشان كده هتزودها على كتاب الاسم لحد 100 وايه؟ 6. يبقى ما تنساش ده الحاجه الوحيده اللي بتيجي فيه ابدومينال بريجننسي انديكيشن فور، تقول له ابج بطنها لا براكه. لقيت البلاسينتا ماسكه في امبورتنت ستراكشر هتعمل ايه؟ سيبها فور اوتوليسيس تتحلل سنه سنتين، بس لازم ادي مين؟ طبعا ميثروكسيد كتير على اللونج ران هيوقع لها شعرها، بس انا خايف يقلب كوريو كارسينوم. نعم. انتي فوليك اسيد قلنا بدل، يعني بيقلل الفوليك اسيد فبيمنع الدي ان ايه، فبيخلي اي خلايا ما يحصلهاش بروفيشن فيبتدي ايه حاجات تتحلل. نيجي على الجدول ده اخر مره وهشرح لحد يقولولي، بس في دكتوره جبت الهديه بتاعتها الحمد لله، استاذه الدكتوره مريم. ايوه اتفضلي، هديتك النهارده المعترض على السبت. نرجع بقى تاني جدول بسرعه عشان حد يقولولي عشان ياخد هديه ان شاء الله بعد الامتحان. عندنا الاوفاريان بريجنسي اهم انفستيجيشن، ده اول سؤال هتقول لي لا خلاص علاجه زي الاكتوبيك، بس هشيل الكيس واحاول احافظ على الاوفري، ما كانش هعمل اوفري. طيب اما اجي على السرفايكال اكتوبيك لازم اقارنه بمين؟ سرفايكال ابوش. ثلاث فروقات البين الساوند الانتنال اوبس. ما تنساش ان هنا اهم سيمبتوم از بليدنج، اهم انفستيجيشن ترانس فاجينال التر ساوند. ادي ميثوتريكسين، اعمل ارتيريال انجولايزيشن اذا كان صغير، اشفطه اذا كان صغير، طب اذا كان كبير وهيمرج اعمل هيستريكتومي. ده بريجننسي اندومتري هون. السؤال الوحيد بيفرق عندك الرابع او خامس شهر، ما تنساش اهم انفستيجيشن سونار و لا خلاص. الوحيد اللي هتذاكره في الابدومينال مانجمنت، هفتح بطنها هشيل البلاسينتا اذا كانت ماسكه في اي هباب، يعني ماسكه في اومنتوم اشيل، ماسكه في انتستين ممكن اعمل ريسكشن، بس ماسكه في اورطه لا سيبها ودي ميتو تكسيد. اخر واحد اللي احنا قلناه من شويه اللي هو ده سيزاريان سيكشن اكتوبيك، قلنا بعرفه بالسونار وعملنا له رسمه وقلت لك المانجمنت حد ميتو تكسيد واموت البيبي بابره، ما كانش هعمل هيستروتومي اهو. حد يتطوع هقول له حاجه يقولها لي. يلا. حد يتطوع. انت خدتي حاجه؟ لا طيب. ممكن تقولي لي سيزاريان سكشن سكار بريجنس. كلميها اكتر. عليها؟ على
تمام؟ هكتشفه ازاي؟ طيب العلاج لا استروتوم ده اذا حصل انفيجن، لا في حل تاني. لو انا مش شايفها كده الترا ساوند، يعني وانا شايف كده اقتل البيبي واطلع خلاص زي ما بنعملها في حقن المجهري. بيبقى واحده حامل حقن مجهري، حمل اربع عيال، انا عايز اشفط اثنين، اصل عمرها ما هتكمل باربعه، فبدخل بابره حقيقي بقتلها. وعندي فيديو ليها، بدخل للبيبي ده اشفط، اشفط البيبي اصلا، البيبي اتشفط، تلاقي الكيس بعد شويه ابتدي ايه؟ الكلاب صرخ. طب تقدر تقولي الفرق بين سيرفايكال ابورشن وسيرفايكال اكتوبيك؟ ايوه بس واحد سبتيها اعتقدت ان ده مفيش حد يقولها لي. عد لغايه 10؟ لا ثواني ملحوقه ساعه. لا ساعه وانت داخله مش هتلف هنا، مش هتلف هنا، معلش المره الجايه.